استاذ مصطفى، اتفضل يا استاذ محمد. فشل كده الظهر عندك؟ الرنين في الاعمده الهوائيه المغلقه. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا الطلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس جيل الفيصل. ان شاء الله اليوم هنراجع مع بعض على الفصل الثامن، فصل الصوت. يا ريت الكل يكون فاتح مذكرته ومعاه آلته الحاسبة. هنا بإذن الله هنبدأ عندنا في أوراق العمل في صفحة 25. في عندنا هنا بقى بنعمل مراجعة كده سريعة على الصوت، وبنقول إن سرعة الصوت بتتناسب طردي مع درجة حرارة الهواء، وكل ارتفاع في درجة الحرارة مقدار 1 درجة سيليزية يعمل على زيادة سرعة الصوت بمقدار 0.6 متر على الثانية. بمعنى بنقول إن سرعة الصوت عند درجة الحرارة T تساوي سرعة الصوت في درجة 0 سيليزية زائد 0.6 في درجة الحرارة. بمعنى إن لو أنا طالب سرعة الصوت في درجة 0 في الهواء 331 متر على الثانية. طب لو احنا عندنا بقول لك احسب سرعة الصوت في درجة حرارة 10، يبقى 331 زائد 0.6 ضرب 10 درجات دي بتطلع ب 6. 6 زائد 331 يبقى 337 متر على الثانية. دي تبقى سرعة الصوت في الهواء عند درجة الحرارة 10. وهنتطرق لمسألة تانية أثناء أوراق العمل. طيب في عندنا بقى بنقول وحدة قياس مستوى الصوت. مستوى الصوت وحدة قياسه هي الديسيبل، هي الديسيبل. وكل تغير في مستوى الصوت مقداره 20 ديسيبل يقابله تغير في الضغط مقداره 10 أضعاف. طب لو تغير الضغط 100 ضعف 10 في 10 هنا يزداد مستوى الصوت بمقدار 40. يبقى لو تغير، يبقى لو تغير في الضغط ب 10 يبقى مستوى الصوت يتغير بمقدار 20 ديسيبل. لو تضاعف الضغط 100 ضعف يبقى 40 ديسيبل، ده مستوى الصوت. طب لو تضاعف الضغط 1000 ضعف يتضاعف مستوى الصوت الى 60، وهكذا. وقلنا في عندنا خاصيتين، حدة الصوت تعتمد على التردد وبتتناسب مع تناسب طردي، وقلنا كمان علو الصوت يعتمد على سعة موجة الضغط. في عندنا تأثير دوبلر زي ما احنا قلنا الحصة الماضية، قلنا ان تأثير دوبلر ده تغير التردد اما بسبب سرعة الكاشف او المراقب او سرعة المصدر او كليهما. وقلنا اف دي، اف دي تساوي اف اس في الفي ناقص الفي دي على الفي ناقص الفي اس. الفي دي التردد اللي بيسجله المراقب او الكاشف، الاف اس تردد المصدر. يبقى الاف دي تردد اللي بيسجله المراقب او الكاشف، الاف اس تردد المصدر الصوت، الفي سرعة الصوت في الهواء، الفي دي السرعة التي يتحرك بها المراقب، الفي اس سرعة مصدر الصوت. ما ننساش يا رجالة ان سرعة الصوت احنا بنقول ديت تقريبا سرعة الصوت ديت تقريبا في درجة حرارة 20 343 متر على الثانية. اتكلمنا على الرنين في الأعمدة الهوائية، وقلنا إن في أعمدة هوائية مفتوحة وفي أعمدة هوائية مغلقة. يعني إيه عمود هوائي مفتوح؟ يعني أنبوب مفتوح من الطرفين، ممكن يصدر الرنين الأول أو الثاني أو الثالث. طب بيتحدد الرنين الأول والثاني والثالث إزاي؟ الرنين الأول يا شباب يبقى يهتز العمود الهوائي، طول العمود الهوائي يهتز مساويا نص طول الموجة، نص
الطول الموجي. يبقى لو قل الرنين الاول او النغمه الاساسيه يا شباب يبقى ال طول العمود الهوائي بيهتز. هنا بيتكون عند كل طرف مفتوح بطنه وفي المنتصف عقده، المسافه ما بينهم يبقى ده طول العمود الهوائي. ال تبقى بنص الطول الموجي. واقدر اجيب اقول له ال هنا واحد في حاله الرنين الاول، هتبقى 2 لمدة 1 تساوي 2 ال. طيب ده الرنين الاول. الرنين الثاني يا شباب بنزود نص طول موجي، بنزود نص طول موجي. ازاي يعني؟ قال لي هنا الرنين الاول كانت ال بنص طول موجي، الرنين الثاني يبقى بطول موجي كامل، او اكتبها 2 على 2 لمدة، ويبقى اللمضة في الرنين الثاني يساوي ال، او اكتبها 2 ال على 2. الرنين الثاني خلاص قلنا بيبقى بيهتز على هيئه طول موجي كامل، ال تساوي لمضة او اللمضة تساوي ال. الرنين الثالث بقى يا شباب يهتز مكونا ثلاث قطاعات، يعني ثلاث انصاف اطوال موجيه، يبقى ال في الرنين الثالث ثلاث انصاف طول موجي، يعني 3 على 2 طول موجي، ويبقى اللمضه في الرنين الثالث تساوي 2 ال على 3. طيب عشان اجيب التردد، التردد يساوي السرعه على الطول الموجي، يبقى في على لمضه 1 يبقى في على 2 ال. التردد في الحاله الرنين الثاني يساوي V على 2 L على 2، يعني يساوي 2 V على 2 L. التردد في الرنين الثالث يساوي لـ V على 2 L على 3، يعني 3 V على 2. ايه ده؟ لما اجي اقول النسبة بين F1 إلى F2 إلى F3، هنا V على 2 L وهنا V على 2 L وهنا V على 2 L، يروحوا مع بعض. يبقى النسبة بين F1 الرنين الأول إلى الثاني إلى الثالث في الأعمدة المفتوحة كان نسبة بين 1 إلى 2 إلى 3. بمعنى لو أنا اديت لك قلت لك عمود هوائي مفتوح رنينه الأول 100، يبقى الرنين في حالة الثاني يبقى 200 لأنه ضعف، الرنين الثالث يبقى 300. كلام واضح يا شباب؟ النسبة بين الترددات في الأعمدة الهوائية المفتوحة كان نسبة بين 1 إلى 2 إلى 3. واضح؟ في عندنا، وبالمناسبة برضو هنا برضو في الرنين في الأعمدة الهوائية المفتوحة نفسه الرنين في الأوتار، يعني الرنين في الأوتار برضو النسبة بين الترددات بتاعته كان نسبة بين 1 إلى 2 إلى 3، وطول الوتر في الرنين الأول يساوي نص طول الموجي، طول الوتر في الرنين الثاني يساوي طول الموجي كامل، الرنين الثالث طول الوتر يساوي 1.5 طول موجي او 3 على 2. يبقى نفس الكلام اللي على الاعمده المفتوحه يطبق على الاوتار. طيب طب امال الرنين في الاعمده الهوائيه المغلقه، يعني اعمود هوائي مغلق، قلنا عمود مغلق من احد طرفين ومفتوح من الطرف الاخر. اللي هنا لو اهتز بالكيفيه الاولى، ايه الكيفيه الاولى؟ المسافه ما بين عقده وبطن، المسافه ما بين العقده والبطن دي تساوي ربع الطول الموجي، ده اسميه الرنين الاول او نغمه اساسيه، ويبقى ال في الرنين الاول في العمود المغلق تساوي ربع الطول الموجي. طيب والرنين الثاني نزود نص طول الموجي، ربع، هنا المسافه ما بين العقده والبطن ربع، وكمان ربع وكمان ربع، يبقى ثلاث ارباع طول موجي. الرنين الثاني يبقى ثلاث ارباع طول موجي. طب في حاله الرنين الثالث يا شباب نعد كده من العقده للبطن، ادي ربع، 2 3 4 5، يبقى 5 ارباع طول موجي. يبقى الرنين الثاني الثالث ال تساوي 5 على 4 طول موجي. نضرب طرفين في وسطين ونحسب الطول الموجي في حالة كل رنين. الرنين الأول يبقى بيساوي له 4 ال. لما نضرب طرفين في وسطين هنا في الرنين الثاني 4 ال على 3، لمضة 2 تساوي 4 ال على 3. في حالة الرنين الثالث
هيبقى 4 إلا على 5. التردد يا شباب معروف إن هو يساوي السرعة على الطول الموجي. يبقى الرنين الأول V على 4 إلا، الرنين الثاني في الأعمدة المغلقة 3 V على 4 إلا، الرنين الثالث هيبقى 5 V على 4 إلا. هنا V على 4 إلا وهنا V على 4 إلا وهنا V على 4 إلا. نجيب النسبة ونختصرهم تطلع كالنسبة بين 1 إلى 3 إلى 5. يبقى النسبة بين الترددات في حالات الرنين في الأعمدة المغلقة كالنسبة بين 1 إلى 3 إلى 5 إلى 7. 1 إلى 3 إلى 5 إلى 7 وهكذا عدد الحركة. طيب نخش كده نبدأ في الصفحة رقم 26. الصفحة رقم 26 اختر الإجابة الصحيحة، اختر الإجابة الصحيحة. هنا بنقول رقم 1 موجات الصوت. أنا لما اتكلمت على موجات الصوت يا شباب قلت إن موجات الصوت موجات ميكانيكية طولية. طيب يبقى هنا نختار الإجابة الصحيحة يا شباب، فعلا موجات طولية. طيب قلنا رقم 2 إذا زادت درجة حرارة الهواء بمقدار 1 درجة سلزية سرعة الصوت ماذا يحدث لها؟ تزداد. طب بمقدار كام؟ يلا بسرعة، أحسنتم يا شباب، فعلا 6 من 10 متر على الثانية، 6 من 10 متر على الثانية. رقم 3 إذا كانت سرعة الصوت في الهواء عند 0 درجة سلزية 331 متر على الثانية، دي زي المسألة اللي أنا قلتها من شوية، فإن سرعته سرعة الصوت عند درجة حرارة 20 درجة سلزية تساوي. إحنا قلنا يا شباب إن سرعة الصوت بنقول عند درجة الحرارة T تساوي سرعة الصوت في درجة الصفر اللي هي 331 زائد 6 من 10 ضرب درجة الحرارة. درجة الحرارة عندنا بكام؟ ب 20. وفعلا يبقى في الحالة دي نقول له يبقى 331 زائد 6 من 10 ضرب 20. دي نحسبها رجالة نلاقيها تطلع بارك الله فيكم هتطلع 343 متر لكل ثانية. 343 متر لكل ثانية. طيب السؤال رقم 4 سرعة الصوت، احنا قلنا بتختلف سرعة الصوت باختلاف المادة، بس سرعة الصوت بتكون أكبر فين؟ في الجوامد، يليها السوائل، يليها الغازات. يبقى هنا يبقى أكبر سرعة للصوت بتكون خلال الجوامد لأنها بتكون جزيئاتها متقاربة من بعضها، يليها السوائل ثم الغازات. يبقى أكبر سرعة في الجوامد، الغازات أقلهم سرعة. دي رقم 4. الفقرة رقم 5 حدة الصوت، قلنا إن حدة الصوت دي خاصية تستطيع بها الأذن تمييز الأصوات من حيث الحدة والغلظة، وقلت إن دي بتعتمد على التردد. يبقى حدة الصوت يا شباب تعتمد على الإجابة الصحيحة رجالة هي، أحسنتم، زي ما أنتم قلتم كده هي التردد. طيب ننتقل للسؤال السادس، هل الأذن البشرية تستطيع سماع جميع الأصوات؟
قلنا طبعا لا. انما الشخص العادي البالغ بنقول يستطيع سماع الصوت يتراوح بين، نختار الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. قلنا الاذن البشريه بتستطيع سماع تردد يتراوح بين، بارك الله فيكم، من 20 هرتز الى 20,000 هرتز، من 20 الى 20,000 هرتز. انما كبار السن بيقل عندهم القدره على سماع الصوت، ممكن تنخفض الى 8,000 هرتز. انما الاذن البشريه يا شباب الصوت المسموع من 20 الى 20,000 هرتز. طيب ننتقل الى السؤال السابع. السؤال السابع يا شباب، علو الصوت. علو الصوت ده احنا كنا قلناه في الشرح يا شباب، وقلنا خاصية تستطيع بها الأذن تمييز الأصوات من حيث السعة. يعني علو الصوت يعتمد على سعة موجة الصوت أو سعة موجة الضغط. ومنها يا رجالة بنقول إن علو الصوت يعتمد على، بارك الله فيكم، سعة الموجة. سعة الموجة. ننتقل الآن إلى السؤال الثامن. يلا رجالة مين يقول لنا وحدة قياس، وحدة قياس مستوى الصوت. مستوى الصوت ايه هي وحدة قياس مستوى الصوت يا رجالة؟ ها، مستوى الصوت، احسنتم، الديسيبل، دي بي اسمه، الديسيبل، الديسيبل دي بي. طيب ننتقل للسؤال رقم 9. إذا تغير الضغط بمقدار 100 ضعف، يبقى تضاعف الضغط إلى 100 مرة، يبقى مستوى الصوت ماذا يحدث له؟ لو تلاحظ في المقدمة أو في المراجعة اللي أنا عملتها قلت إذا تضاعف الضغط 10 أضعاف مستوى الصوت يتضاعف 20. طب لو 100، ها، لو 100 ضعف، أحسنتم، يبقى 40 ديسيبل. يبقى لو 10، يبقى لو تضاعف الضغط 10 أضعاف مستوى الصوت يتغير 20. لو تضاعف الضغط 100 يتغير مستوى الصوت ليصل ل 40 ديسيبل. تضاعف 1000 يتغير ويصبح 60، وهكذا. كلام واضح يا شباب؟ ننقل دلوقتي على صفحة 27. صفحة 27 في عندنا مفهوم تغير التردد أو انزياح التردد، اللي احنا بنقول عليه تغير التردد بسبب حركة المصدر أو حركة المراقب أو كليهما. هذا ما يسمى بتأثير، يبقى ده كده يا شباب يسمى بتأثير، أحسنتم، تأثير دوبلر. يبقى ده بيسمى بتأثير دوبلر. طيب إذا اقترب المصدر الصوتي من المراقب الساكن، مش هنا بيقرب المصدر؟ واقف قدام باب المدرسة وسيارة إسعاف جاية تقرب منك، إيه اللي يحصل للتردد؟ إيه اللي يحصل للتردد؟
التردد اللي هيسجله المراقب هيكون اقل من التردد الاصلي ولا اكبر ولا منعدم ولا محدود؟ احسنتم، هنا هيبقى اكبر من التردد الاصلي، لان هنا بيقرب يحصل انضغاط للموجات يقل الطول الموجي ويزداد التردد. الفقره رقم 12، يسمع المراقب الصوت بتردد مساوي لتردد المصدر. امتى بقى المراقب التردد اللي يسمعه يساوي تردد المصدر؟ هل سرعة المراقب تساوي سرعة المصدر؟ سرعة المراقب تبقى اكبر من سرعة المصدر؟ سرعة المراقب اصغر؟ سرعة المراقب نصف سرعة المصدر؟ طبعا من علاقة دوبلر يا شباب، علشان يبقى تردد المصدر يساوي التردد اللي يسمعه المراقب فعلا، هنا هتبقى الإجابة الأولى لما يكون سرعة المراقب مساوية لسرعة المصدر وفي نفس الاتجاه، سرعة المراقب تساوي لسرعة المصدر. الفقرة رقم 13، يصدر العمود الهوائي المغلق رنينه الأول. قلنا طالما مغلق ورنين أول يبقى طول العمود الهوائي L، يبقى مسافة ما بين عقدة وبطن. طالما ما بين عقدة وبطن تبقى بتساوي لي نص طول الموجي ولا ربع طول الموجي ولا طول الموجي كامل ولا ثلاث ارباع. قلنا رجالة طالما المسافة ما بين عقدة وبطن يبقى بتساوي لي ربع الطول الموجي، ربع الطول الموجي. في الشكل المقابل طول الموجة زي ما انت شايف كده، الشكل ده كده عبارة عن عمود هوائي مفتوح. طب هل العمود الهوائي المفتوح دوت يا شباب بيصدر الرنين الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ يبقى هنا هل ده بيصدر الرنين الأول ولا الثاني ولا الثالث يا شباب؟ يا رجاله اللي عايز يشارك يا شباب، ها ايوه، هنا طالما بيصدر ويهتز بهذه الكيفيه فعلا يبقى ده اسمه الرنين الاول. طب مش دي مسافه بين بطنين متتاليتين؟ يبقى طول العمود الهوائي نص طول الموجي، يعني الطول الموجي يبقى كام؟ 2L. يبقى الطول الاجابه الطول الموجي يساوي 2L، ال L هنا ب 20، 2 ضرب 20 سنتي تطلع ب 40 سنتي متر، 40 سنتي متر. الإجابة الصحيحة هنا يا شباب السؤال رقم 14 40 سنتي. طب افرض هو جابها لي بالمتر، احول من سنتي متر لمتر، اقسم على 100 تبقى 0.40. طيب في عندنا السؤال رقم 15 بيقول ايه؟ السؤال رقم 15
إذا كان تردد الرنين الأول في العمود المغلق. طب العمود المغلق ده رنينه الأول بكام؟ يبقى الإف واحد عندنا بمتين، فإن تردد الرنين الثاني. إحنا قلنا في الأعمدة المغلقة رجالة، في الأعمدة المغلقة النسبة بين الترددات يا شباب في الأعمدة المغلقة F1 إلى F2 إلى F3 كان نسبة بين 1 إلى 3 إلى 5. طب ده F1 ب 200، F2 مش قلنا النسبة 1 إلى 3، يبقى F2 تساوي 3 F1، يعني نضرب ال 200 ديت في 3، يبقى فعلا الإجابة زي ما أنتم قلتم 600 هرتز. 600 هرتز. الفقرة رقم 16، عمود هوائي مفتوح طوله 10 سنتي، يبقى هنا ده عمود هوائي مفتوح ال ب 10 سنتي، يصدر رنينه الأول. أعرف يبقى ال L هنا تساوي نص الطول الموجي، يعني يبقى هنا الطول الموجي نص الطول الموجي ب10، يبقى الطول الموجي بكام؟ ب20، ب2 L. طيب وتردده، التردد 520 هرتز. سرعة الصوت، زي ما احنا قلنا قبل كده يا شباب العلاقة العامة لسرعة الصوت يا شباب، هنا بنقول الـ V سرعة انتشار الموجة تساوي الطول الموجي في التردد. طب ده رنين أول، يبقى الطول الموجي يساوي لي 2 L، يبقى 2 L، بس الـ L هنا بالسنتي أحولها المتر، يبقى 0.10. يبقى في الحالة دي يا شباب هنقول 2 في 0.10 ضرب 510، ونحسب الناتج يا شباب بالآلة الحاسبة. نحسب الناتج يا شباب، أحسنتم، الإجابة فعلا 104 متر على الثانية، 104 متر على الثانية. الفقرة رقم 17، الفقرة رقم 17، وتر مهتز طوله 30 سنتي، يبقى دي ال، يصدر نغمة توافقية أولى، التوافقية الأولى اللي هي الرنين الثاني. معنى كده طالما رنين ثاني يبقى ال اللي هي 30 سنتي تساوي الطول الموجي، وترددها التردد يبقى اف، الاف تبقى عندنا ب 200 هرتز. ايش المطلوب؟ طول الموجه المتكونه في الوتر. خلاص احنا قلنا طالما بيصدر الرنين الثاني هيهتز الوتر على هيئه طول الموجي كامل، يبقى في الحاله ديت اللمضه تساوي ال، ال ب 30، ال ب 30، يبقى في الحالة دي اللمضة هي كمان تساوي 30. طب ليه يا أستاذ قلت هنا 30 وما ضربتهاش 2؟ لأن قال لي ده رنين تاني، يبقى ال L تساوي طول موجي كامل. طب يبقى ال L هنا ب 30 سنتي. طيب طالب مني كمان في نفس المسألة الأمامة الأساسية، أنا قلت يا رجالة النسبة في الأوتار كالنسبة في الأعمدة الهوائية المفتوحة، النسبة ما بينهم كالنسبة بين 1 إلى 3، 1 الأوتار والأعمدة المفتوحة كالنسبة بين 1 إلى 2 إلى 3. طب الرنين الثاني ب 200، يبقى الرنين الأول F1 تساوي نص الرنين الثاني، بمعنى هيبقى الناتج بتاعنا يا شباب، أحسنتم، هيبقى 100 هرتز. 100 هرتز
الفقرة ديت كده واضحة يا رجالة؟ هننقل على الصفحة 28 والصفحة الأخيرة يا شباب. السؤال رقم 19 يعتبر سؤال متكرر ده يا شباب. إذا زادت حدة الصوت التردد يجرى له إيه؟ يزيد ولا يقل ولا لا يتغير ولا ينعدم؟ قال لي يبقى التردد فعلا يزداد. التردد يزداد. طيب سرعة الموجة الصوتية برضه دي متعلقة بالسؤال رقم 19. إذا زادت الحدة السرعة، احنا قلنا سرعة الموجة تعتمد على طبيعة الوسط، ملهاش دعوة بالتردد. يبقى السرعة تظل ثابتة، يعني السرعة لا تتغير. السرعة لا تتغير. كلام واضح كده يا شباب؟ ننقل بعد كده بقى على اختار من العمود الأول ما يناسبه من العمود الثاني. احنا كنا قلنا علو الصوت يا شباب، بالنسبة لعلو الصوت دوت الشباب كنا بنقول ايه؟ بنقول ان علو الصوت خاصية تستطيع الأذن تمييز الأصوات من حي صوت، كونه مرتفع أو منخفض ويعتمد على السعة. يبقى هنا علو الصوت نختار الإجابة يا شباب رقم 3. يبقى علو الصوت دوت الإجابة الصحيحة بتاعته رقم 3، اللي هي خاصية تميز بها الأذن من الصوت من الصوت المرتفع ويعتمد على السعة، وكلما زادت السعة زاد علو الصوت. إنما احنا قلنا إن ننقل بقى على الفقرة اللي بعدها. بالنسبة لحدة الصوت، حدة الصوت بقى يا شباب ديت الخاصية اللي بتعتمد عليها الأذن وبتقدر تميز بيه الصوت الرفيع والصوت الغليظ، وديت بتعتمد على التردد، وكلما زاد التردد زادت الحدة. يبقى هنا نختار فعلا الإجابة رقم 1 ديت. نختار هنا يبقى حدة الصوت خاصية تميز بها الأذن الصوت الرفيع والغليظ وتعتمد على الساعة. طيب تحديد سرعة المركبات بنقدر نستخدم مين في تحديد سرعة المركبات يا شباب؟ فعلا ديت من مستوى الصوت ولا ها؟ فعلا هي رقم 5 ديت تأثير دوبلر، من استخدامات تأثير دوبلر. يبقى ديت رقم 5 تأثير دوبلر، الموجة الصوتية. طيب الموجة الصوتية بقى يا شباب ديت عبارة عن ايه؟ نختار مين؟ بارك الله فيكم، فعلا هي رقم 2 انتقال تغيرات الضغط خلال المادة، رقم 2. يبقى الإجابة رقم 2. طيب تأثير دوبلر، تأثير دوبلر تعريف تأثير دوبلر هو تغير التردد أو انزياح التردد بسبب حركة المصدر أو الكاشف أو كليهما، ده اسمه تأثير دوبلر. يبقى دي كده رقم 4، ده اسمه تأثير دوبلر. تأثير دوبلر تغير التردد بسبب حركة المصدر أو الكاشف أو كلاهما. طيب بعد كده عايزين طيف الصوت. طيف الصوت هو عبارة عن ايه؟ اللي بقى يلا يا رجالة تحويل، لا
مستوى الصوت لا، يبقى فعلا هو الرسم البياني لسعة الموجة مقابل ترددها. الرسم البياني لسعة الموجة مقابل ترددها. ديت دوت رقم 7. طيب كواشف الصوت، احنا قلنا ان كواشف الصوت زي الاذن البشريه او الميكروفون تحول الطاقه الصوتيه الى نوع اخر من الطاقه او طاقه كهربيه او نبضات كهربيه. طب فين الاجابه بقى بتاعت كواشف الصوت؟ فعلا تحول الطاقه الصوتيه الى صوره اخرى من صور الطاقه، دي رقم 6. رقم اخر حاجه بقى اللي هو مين؟ الديسبل. الديسبل، الديسبل ده وحده قياس مين يا شباب؟ فعلا مستوى الصوت، مستوى الصوت. اللي عايز يصور يا شباب الجزئية ديت كده يا شباب بتاع، اختار من العمود الأول ما يناسبه من العمود الثاني. اللي عايز يصورها هنا بقى بنتكلم على المسائل المتنوعة. تتحرك سيارة إسعاف بسرعة، يبقى أنت كده بتكتب فوق السرعة ديت كده، دي سيارة إسعاف، وتصدر صفارة إنذار، يبقى مصدر الصوت هو سيارة الإسعاف، يبقى ديت الـ VS، الـ V source ده للمصدر، يبقى الـ VS عندنا بـ 20. وهنا عندنا تردد المصدر الـ FS 320 هرتز، بينما تتحرك أمامها في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه يبقى إشارة السرعة دوت سيارة أخرى، يبقى السيارة الأخرى ديت بقى الشخص اللي موجود فيها هو المراقب، ويبقى ديت سرعة المراقب الـ VD، وطالما في نفس الاتجاه ده سرعته بالموجب يبقى ده سرعته بالموجب خلاص. فما التردد الذي يسمعه السائق؟ يبقى عايزين الـ FD، عايزين الـ FD. طبعا هنا سرعة الصوت في الهواء لو أنا مش مديها لك هتبقى 343 متر على الثانية، 343 متر على الثانية. هنا هنستخدم بقى يا شباب، طبعا قلت سيارة الإسعاف الـ VS، الصفارة اللي بتصدر منها الـ DS ده تردد المصدر، السيارة الأخرى السرعة بتاعتها الـ VD، سرعة الصوت في الهواء، سرعة الصوت في الهواء اللي هي بنقول 343، إنما سرعة السيارة ديت يبقى ديت الـ VD. القانون بتاعنا بقى اللي هو قانون دوبلر يا شباب، FD تساوي FS، افتح قوس واعمل بسط ومقام، ال V ناقص ال VD على ال V ناقص ال VS. هنا تردد المصدر يا شباب قلنا ب 320، قوس بسط ومقام ال V سرعة الصوت في الهواء 343 ناقص ال VD، ال VD اللي هي 15 على ال V اللي هي 343 ناقص ال 20، ونحسبها بالآلة الحاسبة فعلا تطلع 324.95، يعني تقريبا 325 هرتز. ده التردد اللي بيسمعه المراقب. تلاحظ ان تردد المراقب اكبر من تردد المصدر. ايه السبب؟ لان هنا سيارة الإسعاف بتقرب من السيارة الأخرى. الفقرة رقم 2، إذا صحت في واد وسمعت صدى، يبقى ده زمن الصدى،
ده زمن الصدى، يعني ياخذ المسافه ذهابا وايابا، يعني الزمن ده 3.5. وبمعلوميه سرعه الصوت في الهواء اللي هي 343، فكم يبلغ عرض الوادي؟ عرض الوادي المسافه دي، قلنا المسافه تساوي السرعه في الزمن، بس ده صدى، طالما صدى بنقسم على 2، يبقى الدي تساوي الفي في التي قسمه 2. ومنها الفي عندنا 343 ضرب 3.5 على 2، يطلع عرض الوادي 600.25 متر. ديت بالنسبه لعرض الوادي. اخر مساله بقى يا رجاله، انبوب مفتوح طوله 1.25، يبقى ده ال، ما تردد النغمه الاساسيه؟ طالما نغمة أساسية يا شباب، يبقى الـ L بتساوي نص الطول الموجي، ويبقى الطول الموجي يساوي 2 L، والطول الموجي يساوي 2 L. ماشي كده يا شباب؟ خلاص؟ طيب، في الحالة دي بنقول احسب ما تردد النغمة الأساسية مستخدما سرعة الصوت اللي هي 343. احنا قلنا السرعة يا شباب تساوي الطول الموجي في التردد، يبقى احنا عايزين، والطول الموجي قلنا ب 2 ال، احنا عايزين التردد، يبقى الاف هتساوي في على 2 ال، في على 2 ال، الفي هو مدالي 343 على 2 ضرب ال، ال عندي 1.25، ومنها يا شباب نحسبها نلاقيها 137.2 هرتز. وبكده يا رجاله بنكون اتمينا المنهج الصف الثاني. برضو معاكم في اوراق العمل يا رجاله، انتوا معاكم هنا بنك اسئله، عامل لكم بنك اسئله، وان شاء الله نعمل مراجعات الحصه اللي جايه ان شاء الله، ان احيانا ربنا باذن الله. اتمنى لكم التوفيق، وشكرا لجميع الطلبه، وشكرا للناس اللي بيستخدموا اليوتيوب. وبرضه ما ننساش كده، الحمد لله اتمنى المنهج ونبدا نحل الاسئله اللي موجوده معاكم في بنك الاسئله اللي انا عاملها لكم برضو معاكم في اوراق العمل. وشكرا لكم جميعا، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب وابنائنا، ابناء مدارس جيل الفيصل القسم الثاني. شكرا.